created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. ISIS is honoring President Obama. I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. هذا الشخص تعرفونه جيداً. إنه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب. أما هذان فهما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته الديمقراطية ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، بينما هذا هو من ستتعرفون عليه أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة، جو بايدن الرئيس الديمقراطي الجديد للولايات المتحدة. لكن لحظة، ما هو الرابط بين هؤلاء الأربعة وتنظيم داعش؟ الإجابة بسيطة. بحسب ترامب والجمهوريين، كلما وصل ديمقراطي للحكم ظهر داعش وتمدد، فيما يكون على أي جمهوري يليهم بالحكم محاربة هذا التنظيم ودحره. لكن أين داعش اليوم؟ هل عاد فعلا ليتمدد بأصقاع الدنيا بعد إسقاطه بالعراق وسوريا؟ عائدة لتتمدد. رغم هزائمه التي مني بها جغرافيا وعسكريا ومقتل قياديه من الصف الأول جراء حرب شنها تحالف دولي قادته الولايات المتحدة منذ 2014 حتى سقط التنظيم نهائيا بآخر معاقله بالباغوزة السورية في مارس من عام 2019، إلا أن تنظيم داعش المصنف كأخطر التنظيمات الإرهابية بدأ يعود من جديد بحسب تقارير استخباراتية دولية، معتمداً على مخزونه من الاحتياطات المالية الضخمة والتي تصل إلى 300 مليون دولار وفق وزارة الخزانة الأمريكية، حيث ما زال التنظيم يبتز السكان المحليين في مكان وجوده ويتلقى دخلاً من شركات الاتجار بالبشر، مع امتلاك أصول بمئات ملايين الدولارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، إضافة لدعم مالي ضخم من شخصيات نافذة ودول بينها قطر، بحسب تصريحات مسؤولين جمهوريين أمريكيين يعتقدون أن مؤشرات القوة المالية لداعش تزيد المخاوف من قدرته على تمويل الهجمات في سنوات حكم الديمقراطيين المقبلة لأمريكا، خاصة وأن التنظيم ظهر خلال حكم الديمقراطي أوباما الذي تسبب عدم حسمه العسكري بحسب منتقديه لتقوية شوكة التنظيم التي لم تنكسر إلا بعهد العمليات العسكرية الصارمة للجمهوري ترامب، فيما تشير توقعات محللين إلى أن عودة داعش بقوة للساحة الدولية سيدعمه توجه جو بايدن الحتمي لتخفيض وجود أمريكا العسكري في العراق وعدم إعطاء سوريا أو أي مناطق ينتشر بها داعش أي أولوية على جدول أعماله، رغم تأكيد تقارير أمريكية تمدد داعش مؤخراً بعشرين فصيلاً في العالم انطلاقاً من سوريا والعراق، حيث يحذر خبراء مكافحة الإرهاب من عودة وشيكة وقوية لتنظيم داعش في ظل وجود ما لا يقل عن 10,000 مقاتل داخل سوريا والعراق بدأوا تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة خلال الأيام الماضية، حيث تبنت فلول داعش في العراق 100 هجوم خلال شهر واحد فقط، وبالمثل في سوريا التي كانت ذات يوم مركزاً للخلافة المزعومة لداعش. صعد مقاتلو التنظيم هجماتهم بعد صدور نتائج الانتخابات الأمريكية لترتفع نسبة الهجمات بواقع 40% خلال الأسبوع الماضي فقط، في وقت تستمر المخاوف من أن مخيم الهول المكتظ بأسر مقاتلي داعش أصبح أرضاً خصبة محتملة للتطرف ومركز جذب لعودة آلاف هاجروا للانضمام إلى فروع إقليمية للتنظيم، بينها ولاية غرب أفريقيا التي تضم الآن حوالي 3,500 رجل مسلح بدأوا بتنظيم نشاطهم منذ الإعلان عن فوز بايدن بهجمات منسقة للسيطرة
السيطرة على مناطق واسعة في أفريقيا بالتزامن مع هجمات بمقاطعة كابو ديلغادو في الموزمبيق، إضافة لمناطق بجنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنغولا وناميبيا باستخدام أسلحة متشابهة ومن عيار مماثل، ما يؤكد الارتباط بينها. كما سيطر مسلح داعش مؤخراً على جزر بارادايس بالمحيط الهندي قرب أفريقيا، فيما ما زال يتركز انتشار فصائل التنظيم الأكثر قوة على سواحل مالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد، إضافة إلى الصومال، ما يجعل الساحل الأفريقي أرضاً خصبة لدولة داعش الجديدة لتوفر عوامل أبرزها انعدام الأمن وارتفاع نسبة الفقر والخلافات القبلية، إضافة لتنفس جماعات داعش هناك الصعداء بحسب محللين أمريكيين يتهمون الإدارات الديمقراطية بعدم وضوح استراتيجيتهم في القارة السمراء، وترك داعش ليزداد قوة مع رمي الكرة بملعب فرنسا صاحبة النفوذ تاريخيا بأفريقيا. بينما تصاعد نشاط مقاتلي داعش أيضا في جنوب شرق آسيا وفق تقرير لمركز Combatant Terrorism Center at West Point، أكد تنامي التهديد الداعشي في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، حيث تم تشكيل تحالف في إندونيسيا تحت اسم أنشاروت الدولة، مهمته تسهيل التواصل بين العناصر الداعشية في الفلبين وإندونيسيا. أما في أمريكا الجنوبية، يظهر نشاط داعش المتزايد منذ الانتخابات الأمريكية بحسب المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في ترينيداد وتوباغو وفنزويلا. كما تعيش أوروبا وخاصة فرنسا أياماً أمنية عصيبة في ظل توقع هجمات كبيرة قد يتبناها تنظيم داعش، الذي تبنى أخيراً عدداً من عمليات الطعن وإطلاق النار في فرنسا والنمسا. الدمعشيون. بدأت كلمة الدمعشيون تظهر لدى مراقبين ومحللين في دمج لغوي بين كلمتي داعش والديمقراطيين، للتدليل على مدى ارتباط ظهور أحدهما بالآخر من خلال تقديم قرائن بينها ظهور داعش في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وتأخر إدارته باتخاذ أي إجراء عسكري ضد التنظيم، واستمرار ديمقراطي الكونغرس التصويت ضد أي قرار يتضمن استخدام القوة العسكرية البرية ضد داعش حتى عام 2014، عندما بات داعش مسيطراً على معظم سوريا والعراق، إضافة لتسريبات البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون حول تلقيها مبالغ من قطر بهدف تسهيل إدارة أوباما، ما عرف لاحقاً بالفوضى الخلاقة من خلال استغلال الربيع العربي، مع دعم تنظيم يسقط المنطقة بأزمات ويؤدي لحروب تعيد رسم المنطقة وتقسيمها بين كيانين تركي بقيادة الإخوان المسلمين وإيراني يعكس نظام الملالي، ما يحدو بالجمهوريين استمرار اتهام الديمقراطيين بالإسهام في خلق داعش، فيما يصر الديمقراطيون أنهم أول من حارب تنظيم داعش بالتدليل على تشكيل التحالف الدولي بعهد أوباما عام 2014. وأنت برأيك، هل سيستفيد داعش من وهن القرار العسكري للديمقراطيين بأمريكا ليتمدد؟ أم أن هذا التنظيم انتهى وأنشطته ستبقى هجمات متناثرة هنا وهناك؟